نشرة الأخبار من قناة النبأ، والبداية بأبرز العناوين. شورى مجاهدي درنة يؤكد أن محاولة الهجوم على المدينة تستهدف جهود المصالحة. 6 جرحى جراء تجدد الاشتباكات بمدينة سبها، والمركز الطبي يدعو لتحييده عن الصراع. تشيع جثامين الشهداء الذين قضوا جراء التفجير الذي استهدف مفوضية الانتخابات. أهلا بكم. قال مسؤول الأعلام بمجلس شورى مجاهدي درنة محمد المنصوري في مداخلة سابقة على النبأ، قال إن محاولة الهجوم على المدينة تستهدف جهود المصالحة التي جرت خلال رحلة حفتر المرضية، ما يكشف دوره في تعميق الأزمات. حفتر دائما وميليشيات حفتر هي من تسعى لإفشال أي مبادرة صلح، تفشل أي دعوة صلح. مجلس شورى مجاهدي درنة وأعيان والحكماء والمجلس المحلي كلهم دعوا في بيانات سابقة وتواصلوا مع القبائل في دعوة للصلح، لكن من يفشل هذه الدعوات هم ميليشيات الكرامة وعلى رأسهم خليفة حفتر. هذا وكان مجلس شورى مجاهدي درنة صد الخميس هجوما شنته ميليشيات الكرامة على محور الحيلة جنوب المدينة. التقرير التالي والتفاصيل. قصف مدفعي ليلي تلاه محاولة اقتحام فاشلة. على وقع هذه التطورات استفاق أهالي درنة المحاصرة. أخبار تواردت من مسؤول الإعلام بمجلس شورى مجاهدي المدينة محمد المنصوري، الذي أكد تدمير عدد من الآليات التابعة لميليشيات الكرامة أثناء هجومهم على محور الحيلة. ما جرى ليس بالأمر الجديد، ويأتي لتعزيز التصريحات الإعلامية لقيادات الكرامة التي تخرج بين الفينة والأخرى وتهدد ببدء الحرب على المدينة، لكن بقالب إعلامي. الجديد هذه المرة أن عملية القصف تأتي عقب جولة تفقدية أجرها خليفة حفتر الغائب عن المشهد أكثر من أسبوعين لمحاور القتال في درنة، في خطوة رآها البعض محاولة للتغطية عما رافق رحلة علاج الأخير من غموض. أمر لم يرق لحفتر فدفع أبواقه الإعلامية إلى دق طبول الحرب من جديد. خرج المتحدث باسم الميليشيا أحمد المسماري على شاشات الكرامة مؤكدا أن المعركة على الأبواب. تلاه إعلان لآمر القوات الخاصة الموالية للميليشيات ونيس بوخمادة توجيه قواتهم إلى درنة للمشاركة في اقتحامها. مساعي مشبوهة يقودها معسكر الكرامة لإعادة سيناريو بنغازي في درنة ونشر الرعب والدمار والقتل والجرائم ضد الإنسانية بهدف كسر شوكة من رفض الوقوف إلى جانبها وفرض سلطة العسكر في المنطقة. فحتى المساعي الأخيرة التي اعتبرت بوادر فرج لرأب الصدع وتحقيق مصالحة وطنية شاملة بالمدينة أصبحت اليوم مهددة بالزوال عقب عودة قائد الميليشيا. بين تهديدات قوات حفتر ومحاولة أعيان المدن المجاورة لتحقيق المصالحة وصمت الجهات المسؤولة، تعيش درنة حالة من الترقب الحذر على أمل انفراج أزمة طالت سنوات عدة. هذا وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق سخرات منصور الحصادي طالب بالتدخل السريع لوقف التصعيد العسكري على درنة. وحمل الحصادي في رسالة وجهها إلى مجلسي النواب ورئاسي المقترح والبعثة الأممية حملهم المسؤولية القانونية والأخلاقية لما قد تؤول إليها الأمور بالمدينة نتيجة التصعيد والتحريض العسكري. كما طالب الحصادي في الرسالة التي تحصلت النبأ على نسخة منها بحماية المدنيين من الاستهدافات العشوائية لطيران ميليشيات الكرامة وتحييدهم عن الصراعات المسلحة وفقا للقوانين والأعراف الدولية بحسب الرسالة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن المحامية الفرنسية راشيل ليندون قولها إن قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر يواجه دعوى أمام القضاء الفرنسي على خلفية اتهامه بالتعذيب والوحشية. وأضافت أنها رفعت الدعوى القضائية ضد حفتر نيابة عن كندي من أصل ليبي. وطالبت الحكومة الفرنسية بفتح تحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق أسرة المدعي في بنغازي خلال ما أسمته ميليشيات الكرامة بالحرب على الإرهاب. أفاد مصدر محلي في سبا بتشدد الاشتباكات في المدينة إثر تقدم قوات تابعة للحكومة المقترحة وأخرى لميليشيات الكرامة من محاور عدة تجاه تمركزات لمسلحي قبيلة التبو. وأوضح المصدر أن التقدم من ثلاث محاور، أولها تقوده كتيبة شهداء سبها يمتد من مقر الشرطة العسكرية وصولا إلى معسكر الحراري، بينما تقوده كتيبة شهداء الواو المحور الثاني الذي يبدأ من خزان الثانوية حتى قاعة الشعب. كما فتح محور ثالث للاشتباكات من تقاطع الصحي بالقرب من مركز سبا الطبي حتى قاعة الشعب. في سياق متصل، أكد رئيس المجلس المحلي السابق لحي الطيور بسبها آدم دازي أكد استمرار الاشتباكات بالمدينة منذ صباح الخميس. وقال دازي في تصريح لنبا، قال إن الاشتباكات تدور بمبنى ما يعرف بقاعة الشعب سابقا وحي القابضة، واستخدمت فيها الدبابات والأسلحة الثقيلة. وأضاف رئيس المجلس المحلي السابق لحي الطيوري أن القذائف العشوائية ما زالت تستهدف الأحياء والمناطق المجاورة لمعسكر اللواء السادس، ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى وأضرار مادية بالمنازل. إلى ذلك، استقبل مركز سبها الطبي 6 جرحى بينهم فتاة إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة نتيجة الاشتباكات. وأكد المكتب الإعلامي للمركز في تصريح للنبا، أكد سقوط قذائف عشوائية وسط باحة المركز ما سبب حالة من الهلع والخوف بين المرضى والكوادر الطبية. هذا ونشدت إدارة المركز جميع الأطراف إبعاد المركز عن الاشتباكات. وثقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا 31 إصابة في صفوف المدنيين خلال إبريل الماضي. وأوضحت البعثة في تقريرها الشهري الذي نشر عبر موقعها الرسمي، أوضحت أن الاعتداءات أسفرت عن مقتل 4 حالات وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة. وأفادت البعثة بأن معظم الإصابات في صفوف المدنيين ناتجة عن قصف وإطلاق النار والمتفجرات من مخلفات الحرب، إضافة إلى السيارات المفخخة. قالت منظمة هيومن رايتس واتش إن 6400 معتقل يقبعون في سجون ليبيا. وأضاف تقرير المنظمة السنوية عن ليبيا لعام 2017 أن 25% فقط من السجناء حكموا بجرائم، أما الباقون فهم معتقلون لم توجه لهم أي تهم. وأشارت المنظمة إلى أن عددا غير معروف من المعتقلين تحتجزه وزارتا الدفاع والداخلية في حكومتي البلاد، إضافة إلى مراكز اعتقال سرية تديرها الميليشيات. قال مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبد الدايم الرابطي، قال إن 13 شهيدا و21 جريحا سقطوا جراء الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس. الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم ما يقابل 13 شهيد تم التعرف عليهم بالكامل، موزعين على المستشفيات العاصمة، مستشفى شارع الزاوية ومستشفى الطبي وكذلك بوسليم مستشفى الخضرة. للأسف الشديد يوجد بينهم امرأة تعمل في المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك ما يقارب 21 جريح. وأضاف الرابطي أن حالات الشهداء والجرحى جرت توزيعها على عدد من المستشفيات العامة والعيادات الخاصة.
الانترابشن او الخلل اللي صار نتيجه حالتين طلعوا من مساحه غوط الشعال ورفعوهم لمساحه الفردوس. بعد مساحه الفردوس قاموا بنقلهم الى مستشفى الخضراء. هذا هو التضارب اللي صار نتيجه في 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 النتيجه النهائيه والحصر النهائي. هذا وكانت وكالة رويترز ذكرت أن تنظيم دولة أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين استهدفا مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس. ونقلت رويترز عن وكالة أعماق للأنباء قولها إن الانتحاريين انطلقا نحو مقر المفوضية واشتبكا مع عناصر الحماية في مبنى المقر. وأضافت الوكالة أن منفذي الهجوم اقتحموا المبنى وأضرموا النار فيه. هجوم انتحاري نفذه مسلحان داخل مبنى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال غربي طرابلس بداية العمل يوم الأربعاء. الهجوم بدأ باقتحام المسلحين واشتباكهم مع رجال الأمن ببوابة مقر المفوضية. عقب ذلك جد اشتباك بين المهاجمين وقوات الأمن المركزية التي تؤمن المقر انتهى بتفجيرهما نفسيهما. تفجير أسفر عن نشوب حريق بالمبنى الإداري والمالي لمقر المفوضية، وتمكنت فرق السلامة من السيطرة عليه، كما نجت غرفة قاعدة البيانات الخاصة بسجل الناخبين من الحريق الناتج جراء الهجوم. الحصيلة النهائية بحسب وزارة الصحة تشير إلى سقوط 14 شهيدا وستة جرحى بينهم رجال أمن. هذا وشيع عناصر بوزارة الداخلية وحشد من المواطنين أحد أفراد جهاز المخابرات مما قضوا في الهجوم على مبنى مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس. وجرت مراسم التشييع عقب صلاة الظهر بميدان الشهداء في العاصمة وسط حضور رسمي متضمنة كلمات تأبينية أشادت بدور الشهيد في التصدي للعناصر الإرهابية والدفاع عن مؤسسات الدولة. احنا اليوم جاء في ميدان الشهداء لحضور الجنازه اللي في مفقودين، ان شاء الله ربي يتقبلهم بالرحمه والمغفره. نسال الله ان يتقبلهم بالرحمه والمغفره. اليوم احنا في رساله تضامنيه لكل الشعب الليبي، كل من فقدناه هو غالي علينا، سواء كان من افراد امن او من موظفين تابعين للمفوضيه العليا للانتخابات. نحتسبهم عند الله الشهداء، ونقول أن هذا العمل الجبان لن يمر بسهولة، وإن شاء الله بإذن الله كل الشعب الليبي حيتكاتف ويتضامن ليكونوا وحدة واحدة ويستمر المسار الانتخابي في مساره الصحيح. وهذا ما نتمناه من الشعب الليبي إن شاء الله لبناء دولة، وربي يوفق الجميع إن شاء الله. طبعا امس يعني نقولوا اضحت طرابلس على فاجعه كبيره، وهي تفجير مقر هجوم على مقر المفوضيه العليا للانتخابات وتفجيره. وطبعا هذا كان في ضحايا، هذا لا باس به من ضحايا والجرحى، وهو في حد ذاته ليه مدلولات ان يعني المفوضيه كيف اكملت جهد كبير في عمليه تسجيل ناخبين لعمليه الاستحقاقات، سواء كانت من الاستحقاقات في استفتاء الدستور استحقاقات انتخابيه او تسجيل الناس بصفه عامه لاي استحقاق. كما شيع في مدينة نالوت جثمان الشهيد عيسى أبو صوى أحد الموظفين الإداريين بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأقيمت صلاة الجنازة بمنطقة تكويت بحضور عائلة الشهيد وأقربه وعدد من سكان المنطقة. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعض الفاصل. بريطانيا توقع عقدا بقيمة 1.5 مليون باوند مع الوكالة الفرنسية للتعاون التقني لدعم الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.
أهلا بكم من جديد. أفادت جريدة نيجيرية بوصول 111 مهاجرا نيجيريا من ليبيا يوم الخميس. وأوضحت الجريدة على موقعها الإلكتروني أن المهاجرين رحلوا ضمن البرنامج العودة الطوعية تحت إشراف منظمة الهجرة العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأجرت إعادة 7700 مهاجر نيجيري من ليبيا طوعيا إلى بلادهم ضمن هذا البرنامج. قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة ماراثون لم تحصل على موافقة المؤسسة على الصفقة الخاصة ببيع حصتها في امتياز شركة الواحة للنفط. وأضافت الشركة أنها ناقشت ترتيبات تتعلق بخطط البيع تلك. ونقلت رويترز الخميس عن شركة توتال الفرنسية قولها إنها أبلغت السلطات الليبية مسبقا بخططها للاستحواذ على حصة ماراثون في حقل الواحة النفطي مقابل 450 مليون دولار. وأشارت توتال الفرنسية أنها أخطرت السلطات بخططها رغم اعتقادها بأنها لم تكن في حاجة للحصول على موافقاتها. وصلت شحنة جديدة من الوقود والغاز المسال إلى مستودعات شركة لبريغا بسبها استعدادا لتوزيعها على محطات المدينة. وقال مدير مكتب شركة لبريغا بالمنطقة الجنوبية عامر العدلي للنبأ، قال إن الشاحنة القادمة من مستودع مصراتة تحوي 6 ملايين لتر من البنزين والديزل إضافة إلى 23 طن من الغاز المسال. وبشأن توزيع الغاز قال العدلي إنهم يعملون على صيانة خط تعبئة الاسطوانات الحالية بحيث يبدأ التوزيع فور الانتهاء من الصيانة وقبل دخول شهر رمضان. وقع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر عقد مشروع مع الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي في ليبيا. وقال بيكر في تغريدة له إن قيمة العقد تبلغ 1.5 مليون باوند، يأتي في إطار دعم بريطانيا للمشاريع الناشئة في ليبيا وتحسين الأوضاع الاقتصادية، فضلا عن توفير الفرص الملائمة لليبيين. حذرت وزارة الاقتصاد بالحكومة المقترحة الشركات المحلية الموردة للسلع الغذائية مما سمته التلاعب بمنظومة التسجيل واستخدام طرق غير قانونية للالتفاف على تجميد حساباتها السابقة. الوزارة في تحذير لها نشرته عبر صفحتها الرسمية أوضحت أن 13 شركة محلية جرى رصد مخالفاتها للنظم المتبعة في عمليات التسجيل، الأمر الذي أدى إلى حرمانها من استخدام منظومة التسجيل لاستيراد المواد الغذائية مجددا ووضعها تحت طائلة القانون. عقد في بلدية الغريفة اجتماع للتعريف بالنظام الأساسي لمؤسسة ملتقى فزان من أجل ليبيا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تفعيل لجنة المصالحة بالمؤسسة لمباشرة أعمالها نحو استتباب الأمن واستقرار الجنوب ودعم جهود المصالحة الوطنية إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة. طبعاً نائبي في المصالحة جمعناكم اليوم في 4/2018 السياسية والأمنية والاقتصادية مع نخبة من أعيان وحكماء منطقة الوادي لاختيار لجنة المصالحة على مستوى الوادي ضمن مؤسسة ملتقى فزان للمصالحة، وهذه المؤسسة التي تم بناؤها في هذا الشهر لتعبر بلسان فزان. في درنا مهرجان النشاط المدرسي الأول للمسرح والثقافة والفنون. المهرجان الذي تشارك فيه أكثر من 20 مدرسة يضم نشاطات متنوعة بينها أعمال ثقافية ومسابقات في القصة القصيرة والمقالة إضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية. لا تفقد الأمل يوما، اصمتي ولا تنادي لأمك لأنها حضور خاص مباشرة. طبعا نعرف هو
عبارة عن تظاهرة أو مهرجان. المهرجان النشاط الأول للمسرح والثقافة والفنون، تنوعت فيه الأعمال بشتى مجالاتها، فشملت المسرح والموسيقى والإنشاد، وكذلك شملت القصة القصيرة والمقالة وغيرها من الأعمال الثقافية. أما الآن نذهب إلى متابعة درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن البلاد. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. شورى مجاهدي درنا يؤكد أن محاولة الهجوم على المدينة تستهدف جهود المصالحة. 6 جرحى جراء تشدد الاشتباكات بمدينة سبها، والمركز الطبي يدعو لتحييده عن الصراع. تشيع جثامين الشهداء الذين قضوا جراء التفجير الذي استهدف مفوضية الانتخابات. كما تابعتم أيضا، بريطانيا توقع عقدا بقيمة 1.5 مليون باوند مع الوكالة الفرنسية للتعاون التقني لدعم الإصلاح الاقتصادي في ليبيا. كما يمكنكم مشاهدينا متابعتنا على موقع نبض الضيفي وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.